حاليا بعد التصريح اللي درته هذا الصباح حول حادثة ما وقعت، يعني لحد الساعة آخر الأخبار اللي وصلتنا بأن المشكل اللي وقع البارح في ذاك الحافلة، احنا مازال ما ضبطناش الأمور بزاف، هو على أنه وقع يعني نقاش بين الأخ اللي معتقل وبين السائق ديال الحافلة حول الخلاص، احنا مازال ما عرفناش الأمور كيفاش ماشية. وقع واحد الشنآن واحد الباس، وكننتظروا حاليا نعرفوا الحيثيات الحقيقية والمحاميين يعني اللي كلفناهم باش يقوموا بالاتصالات ديالهم يعني وباش يعرفوا لنا الحقيقه ديال المشكل اللي وقع البارح. لكن التساؤل اللي كنطرحوه يعني والسرعه ديال تحرك رجال الامن بهذه السرعه هذه ديال الاعتقال، فانا تعرضت منذ 4 أيام للتهديد بالقتل وتسرق مني بورطابل وتهددت بالقتل وبان ذاك الشخص قال باللفظ الواحد ما كاينش قوه في المغرب اللي غادي تعتقلوا لانه تحت حمايه عبد الاله وينزار المدير العام للشركه وما تعتقلش كيطالبوا بالشهود قال لك ولا ما نعرف، وكان اللي كيجي يمارس ذاك الممارسات كيجيب معاه الشهود وكيقودهم باش يشهدوا عليه. وهذه كذلك انا اللي كنقول بان هذا الملف هذا راه والله لا سكت عليه، وملف لان على حسب اخر الاخبار اللي وصلتني كيتقال لي بالحرف والله لا ديتي من هذاك ما تنيط منه وما غيتعتقل ما غيوقع له والو، هذه من جهه. ولكن انا عارف كيفاش غادي نعالج الملف ديالي وعارف المستوى ديال التعاطي مع الملف ديالي، لان اخر ما وصلت له وهو ان البارح في الليل كنت وصلت بمكالمه هاتفيه اللي توصلت فيها من شخص مجهول انه كيقول لي باللي انك مشيتي درتي المحضر درتي اللي بغيتي راه حنا قاتلينك قاتلينك، وانا كنوضع وكنزيد نوضع من الان وكنكررها بان التهديد بالقتل هو مستمر وبانني كنحمل المسؤوليه الا وقعت لي شي حاجه في السلامه الجسديه ديالي او في الحياه ديالي، فانا كنقول للزوجه ديالي والمناضلين ديالي كلهم يعلموا من الان باش يستعدوا يرفعوا دعوى قضائيه على اي مسؤول على هاد الناس، وكنوضع السلامه الجسديه ديالي والروح ديالي تحت مسؤوليه المدير العام لشركه سيتي باس ووالي الامن الاقليمي اللي كنطالبوا بحمايتي، لان ماذا مات الشخص مطلوق فانا كنتعرض في الهاتف الان للمكالمات الهاتفيه باش القتل ديالي، كيفاش واحد كيتعتقل هاد الصباح وواحد راه كيدور ومازال كيهددني والتهديدات اللي كنوصل فيها عبر الهاتف الان. كذلك انا اللي كنبغي نقول جلسة الحوار اللي قمنا بها الان، هذه جلسة الحوار اللي تعطتنا من خلالها وعود قديمة جديدة بشكل واضح ومسؤول، لكن السؤال اللي كنطرحو على السلطات فاس وفي مقدمتهم العمدة ما وقفوش الوقفة البطولية والوقفة التاريخية ديال رئيس المجلس البلدي بمدينة القريطيرة الأستاذ الرباح اللي ما ولانا قبيلة والو، وقف وقفة صارمة في وجه شركة الكرامة وهددها بفسخ العقدة إلى ما دمجاتش العمال القدماء ديال الشركة السابقة، واللي وصلت وفعلا أكد لهم بأنه راه إلا مشيتو تمسيتو ولا طردتو أي واحد من العمال فراه هذا خرق لهاد العقدة هذه وباللي أنه ما غتبقاش. نحن في مدينة فاس نجد على أن العمدة يقول بان الا رديتي هاد الناس هادو، وهذا هو اللي توصلنا به، لان القرار ديال الطرد ديالنا هو قرار سياسي محض، وقلناه في الحوار الولايه بان قرار الطرد ديالنا هو قرار سياسي محض ناتج على تصويتنا في الانتخابات الماضيه بقناعات حزبيه اخرى واللي كنتعاقبوا عليه، والسلطات راه كتمارس حتى هي هاد التطبيق ديالو الا ما تحركتش بشكل واضح في اتجاه هذا. وكنقولوا للعمده ديال فاس بانه الا كان بالفعل بريء من كل شيء فخصو يدخل العوده ديالنا ماشي يدخل الفسخ العقده الا رددنا هاد الشركه هذه. كذلك انا اللي كنبغي نقول ما يحاسبوناش بالقوانين، ما يجيوش يطبقوا علينا غير القوانين، حنا هاد الشخص هذا يعني كيخرق الاتفاقيه ديال تدبير المفوض اللي عطاتها لنا من داخل الاتفاقيه، هو على ان المراقبين خص يطلعوا من المحكمه يؤديوا القسم، ما دارهاش لانه كيوظف المجرمين والمجرمين مرفوضين انهم يؤديوا القسم من داخل الاتفاقيه في اعاده هيكله العمال
انه كنلقاو كيذكروا الجوبات كيذكروا عفوا كيذكروا السائقين وكيذكروا المصلحه التقنيه وكيذكروا المراقبين وكتذكر الاداره وما كاينش ذكر الجوبات. وانا كنقول ان كان تامر من كل مضاوه تصفق علينا حنا الجوبات، لانه من الاول كيقولوا له غير طرد الجوبات، ما كاينينش الجوبات. كذلك الخرق الاخر ديال من داخل الاتفاقيه واللي كنأكد عليه على انه قال بان غتكون الحافلات في مدينه فاس حافلات مريحه، حافلات فيها التهويه، حافلات فيها الكليماتيزور، وراه جاب الان الجيوراس ديال الوقت كيركبوا فيهم المواطنين، وخص المواطنين يعرفوا هذا الشيء هذا، وحنا كنمتلكوا هذه الاتفاقيه ومستعدين نشروها في فاس كلها للمواطنين. كذلك على انه كيخرق حتى مدونه الشغل، لان من ضمن البنود ديال مدونه الشغل والبند ديال التوظيف كتعطى الاولويه للتوظيف، يعني اللي كان خدام في الشركه قديم اللي كان طردو الى الجنود الحرب الى غير ذلك، هو ممنوع من عن كليه التوظيف تداوي السوابق العدليه، هذا خرق ايضا. كذلك على ان من داخل اتفاقيه واللي حنا كناكدوا عليها على ان حنا خص يطبق علينا ملي انتقلنا من اتفاقيه الى اتفاقيه ومن من الوكاله الى التدبير، يطبق علينا القانون الداخلي ديال الوكاله ولانكس 3 واللي مذكوره في الاتفاقيه التدبير المفوض واللي ما طبقاش. السلطات ساكته، السلطات موافقه على هذا الخرق، وزاره الداخليه موافقه على هذا الخرق، اذا اش كيقولوا له هاد الناس؟ دير كافه الخروقات انت في فاس، حنا راه حنا ما غاديش نفسخوا معاك العقده، الا طبقتي يمكن الا طبق القانون غيفسخوا معاه العقده، اما الا بقى في هذا الاتجاه هذا راه ما يفسخوش معاه العقده. كنحيوا الاخ رباح اللي قال له انت الا خرقتي لي ولو بند واحد في الاتفاقيه راه حنا غادي نفسخوا معاك العقده. كذلك كنطلب من جميع سكان مدينه فاس انهم يشوفوا الحافلات اللي كاينه في تطوان الان، حافلات فارهه، حافلات فيها كل وسائل الراحه من الكليماتيزور الى ذلك، وحنا كيجيب لك حافلات صغرى، وهذا خرق ديال الاتفاقيه. وكذلك ان من ضمن البنود اللي كتخرق ديال مدونه الشغل هي على ان ممنوع من عن كليه على اي مسؤول كيف ما بغى يكون مراقب ولا كيف ما بغى يتلفظ بالكلمات النابيه، في الوقت اللي كنوجدوا هاد السيكوريتي ولا هاد البلطاجيه كيطلعوا الطوبيسات كاين غير الهضره الطايحه اللي من الحزام من التحت. اذا فين هاد الشيء هذا؟ فين حنا؟ فين عايشين؟ فين هي دولة الحق القانون؟ فين هي دولة الدستور؟ فين هي دولة مدونة الشغل؟ فين هي دولة إلى غير ذلك؟ كذلك حنا كنحيوا هذا المنبر، وسائل الإعلام اللي كتساندنا واللي على رأسها فاس نيوز، قود، كذلك على مستوى الجرائد الوطنية، الأخبار، أخبار اليوم، والصباح، والأخبار، والأحداث، وكنوجهوا نداءنا بشديد بالأخص الإخوان في المساء. اللي واخدين والاخوين عمان كذلك اللي واخد، حنا قررنا راه اذا ما كانش الحل فرحنا غنمشيو في الاشكال السلميه ديالنا بلا فوضى بلا والو، ولا غير كما قلت الصباح في التصريح ديال فاس نيوز على اننا غادي نقوموا باشكال نضاليه اللي غتكون سابقه في تاريخ المغرب، وكنحملوا المسؤوليه للسلطات المحليه والجميع الى ما قاموش اي مبادره. كذلك على اننا كنوجهوا تحيتنا للاخ الامين العام ديال الاتحاد المغربي للشغل على المواقف الجريئه ديالو لجانبنا وعلى احتضانه لقضيتنا حنايا دوليا، وكذلك كنوجه جميع المنظمات العالميه الدوليه اللي ساندتنا وخاصه الاتحاد الدولي على انه خصهم يضغطوا ويدخلوا لان مقبلين على معارك نضاليه خطيره وخطيره جدا باش يساندونا، وكنوجه النداء لامنيستي انترناسيونال باننا حنا ولينا كنتعرضوا للقتل وباننا كنتعرضوا للتهديد بالاختطاف الى غير ذلك، دور السلطات الامنيه في فاس ما تحرك الساكن. وحنا كنقولوها راه حنا ما غاديش نديروا الفوضى، ما غنديروا حتى شي حاجه، ولكن راه السلطات الامنيه في فاس الان اصبحت في قفص الاتهام، لان يعتقل شخص في الصباح وواحد اللي جا هددني وحط لي الموس وداني البورتابل ما تعتقلش، وتحيه يدخل المدرسه على الابواب. هما راه وليداتهم مقرينهم في المعاهد العليا وفادا بالاموال الباهظه. الاموال الباهظه اللي ما كنعرفوش المصدر ديالها ماشي مشكل. ولكن حنا وليداتنا ما غيدخلوش يقراو، راه حنا مقررين ما كاينش اللي غيقرا في فاس. راه الا ما وجدولناش الحل غناخذوا اشكال نضاليه اللي غتخلينا نبلوكيو، ما كاينش القرايه في فاس. كذلك انني كنحيي الاخ طارق السباعي على الوقفه ديالو النضاليه واللي خدا الموقف الجريء في تبني ديالنا، وكنشكروا كل مناضلي هيئه الحق العام المال العام، يعني كنشكروهم بزاف
على قرار ديالهم الزياره ديالنا للمعتصم، واللي كنقولوا لهم بان هذا الملف ديالنا خصو ياخذ ابعاد قضائيه كبيره، لان فيه خروقات وخروقات فيها نهب المال العام والتآمر على مال العام، اللي لحد الساعه كنتسائلوا علاش المجلس على الحسابات ما تحركش فيه. كذلك كنحييو الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان على المستوى الفرع المحلي ولا فرع سايس، وعلى الفرع مستوى الفرع المركزي، وعلى راسهم الاخ عبد الحميد امين اللي خدا قرارات اللي ما غنعلنوش عليها واللي كانت غتطبق لو كان بقى الاعتصام ديالنا تما. كنحييو الجميع اللي كيساندنا، وحنا كنقولوا لهم كقاعده وكمكتب نقابي لن نركع، لقد وضعنا اما الحل بالعوده ديالنا الجماعيه بحل المشكل كلتنا، او اننا غنستمروا. ولو بغيتوا تعتقلونا جماعيا اعتقلونا، بغيتوا تقتلونا قتلونا، ما بقينا خاسرين والو. السلام. واحد النداء للحكام ديالنا والاخوان ديالنا اللي خدامين دابا اللي بقاو تما خدامين، صوتنا من المصادر وتوقع من عندك الاخوان اللي مازالين كيتصلوا بينا وتيقول لك القلوب ديالهم راه معانا، انهم اللي كيدخلوا كيشكلوا داخلين العمل بحال اللي داخلين شي مستعمر كما تنقولوا حنا، كيدخلوا بواحد واحد شي ما بقى تيهضر مع شي، شادين فمهم كيجبدوا لي لي سيباسي ديالهم على التليفون، وانهم تيحسوا بواحد الحقره. انا نعطيو غير واحد سجنا من هذا الحوار الاخير في الولايه، الحوار سجلنا واحد القضيه بان الاتفاقيه اللي دارت اتفاقيه مع العمده ديال المدينه بالتصفيه ديال جميع العمال، الناس اللي تيتيرير ديال الريجيم ما بقى عندهم ما يديروا بهم، والتصفيه ديالهم واحد بواحد. حنا رحنا درنا واحد المبادره، هذوك الاخوان ديالنا اللي راهم عاملين راهم غادي يتسناو الطرد، راه كيوجد لهم الطرد ديالهم بواحد الطريقه فنيه. سي فزازات اللي ولاو كيتوصلوا بها من عند داك المسؤولين اللي هو حاط تمايا، بانهم هو غيصيفطهم القنيطره، اللي هضر غيصيفطو لتطوان، اللي هضر غيصيفطو لمكناس، راهم بداو يوصلوا للحقيقه ديك الناس. انا راه واحد النداء من هنا، هذوك الناس غير يصمدوا، واللي قد يلتحق بينا مرحبا به. هادو راهم دخلوا راه اخطبوط خطير جدا في هذه المدينه هذه، راه وصلنا الحقيقه في الولايه، راه وصلنا للحقيقه. شكون اللي مشي مدينه فاس؟ راه مدينه فاس راهم هاد المسؤولين اللي هنا راه دايرين لها القانون ديالها الخاص، ودايرين لها الدستور ديالها الخاص، راهم كيتمشاو به هما كيبغاو. انا راه مازال كنادي على الاخوان يلتحقوا، راه بقاو بهم غير 60، راه هنا 476 عامل عباد الله، 60 فيهم بقاو يلتحقوا، مازالين كيتيقوا بديك الناس، هذوك الناس راه كياكلوا الشوك فمهم هما، عباد الله راهم خصهم يبعدوا من داك الناس، يبعدوا منهم عباد الله، يجيو يلتحقوا بالاخوان ديالهم يشوفوا فين وصلنا. الموظفات اللي تما بدا كيهددهم بانهم يمشيو للميناج، بحال اللي دار الاخت تمايا العلويه اللي تنقوص. اما دير الميناج ولا هاكي مليون ولا مليون ونص وسيري بحالاتك. السيده ضربه 35 سنه د العماله عباد الله، شوفوا على التهديدات، وهكا داك الموظفات كاملين اللي راهم تما. وبالنسبه ليهم هذا الشيء كله تصفيه، هذه الاتفاقيه اللي دايرين هما مع العماده، التصفيه ديال جميع العمال قدامى، التصفيه ديالهم باش يدخل ناس جداد. هذوك الناس جداد، ما عندهم لا روتريت، لا سينيسيس، لا حتى شي حاجه، كتعرفوا لا نابيك كتعامل يا وايشو. هاد الناس راه ما عارفينش حكم كاع، ما عارفينش هاد الشيء هذا، وهاد الشيء كله باش تدوز من التدبير المفوض الى الخصاصه، راه مازالين كناديو، الاخوان يلتحقوا الصمود، راه باش هاد الاخطبوط خصنا ننتصروا عليه. وشكرا.